ربنا سبحانه وتعالى اسمه رب العالمين، العالمين اللي هم عايشين في البيت الكبير اللي احنا عايشين فيه اللي هو اسمه الدنيا، اسمه الحياة الدنيا. ربنا هو رب هذه الحياة الدنيا. لما بيتكلم معانا بيتكلم معانا على إن احنا صنعته، على إنه بيحبنا سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض بيقول: ما من ليلة يختلط ظلامها إلا وينادي الخليل جل جلاله من بطنان العرش: أنا الجواد ومن مثلي يجود على الخلائق وهم عاصون، وإني لهم مراقب أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أحفظهم كأنهم لم يذنبوا قط، أجود على العاصين وأتوب على المسيئين. من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ من ذا الذي أناخ ببابي فطردته؟ أنا الجواد ومني الجود، أنا المتفضل ومني الفضل، أنا الكريم ومني الكرم. ربنا سبحانه وتعالى من كرمه لما بيكلم الإنسان بيكلمه على إنه إنسان، على أنه سواه وخلقه، على إنه عبده. مهما كان هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى لا يحقره أبدا. ربنا من كرمه لما بيكلم الإنسان بيقول له: يا أيها الإنسان، بيكلم فيه صنعته، بيكلم فيه سره، بيقول له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كلم الكافرين اللي خرجوا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى كلمهم بلغة راقية، لغة عالية، لغة فائقة في الجمال، لم يحقر منهم ولم يحقر من أحد من خلقه، لأن ربنا سبحانه وتعالى عظيم. فلما بيكلم الخلق بيكلمهم من حضرة الرحمة، من حضرة المحبة، بيكلمهم وهو يعلم أنه على كل شيء قدير، فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى أن يحقر أحدا من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى رب غفور رحيم، رب رحيم ودود، يتودد إلى خلقه، يعني ربنا بيتحبب إلى خلقه. فلما بيكلمهم بيكلمهم بلغة تجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أراد أن يتعرف الخلق عليه، عايز خلقه يعرفوه وعايز خلقه يتقربوا منه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الناس على درجات في القرآن الكريم، في النهاية كلام ربنا لكل واحد منهم كلام في غاية التقدير والتوقير والاحترام من الله سبحانه وتعالى. فمرة يبدأ بالإنسان يقول له: يا أيها الإنسان، ومرة يتكلم عن الناس عامة ويقول لهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومرة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم المؤمنين ويقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونداءات كثيرة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن الكريم. لكن العجيب إنك تقف قدام نداء ربنا سبحانه وتعالى على الكافرين تلاقيه بيناديهم وبيكلمهم بنفس الصيغة اللي بيكلم بيها المؤمنين في القرآن وبيكلم بها الناس عموما، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون. في معركة بين المؤمنين وبين الكافرين، في معركة عقلية بيحاول الكافرين إن هم يتغلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا له: نعبد ربك يوما وتعبد ربنا يوما. فيأتي الخطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله في غاية الرقي، في غاية الأدب، في غاية الاحترام والتقدير، وربنا يقول له: قل يا أيها الكافرون. يعني ربنا ما قالوش حقر من هؤلاء وقل لهم يا أهل الزيغ، يا أهل الضلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما كان ربا للعباد فهو ينظر للعباد جميعا ويقول: الحمد لله رب العالمين، يعني العالمين كلهم مربوبين لله سبحانه وتعالى. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث عني الخلق، قال له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وبعدين قال له: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهنا لنا وقفة مع حديث ربنا سبحانه وتعالى عن ذاته في القرآن الكريم. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى صاحب العظمة، صاحب الجلال، صاحب الكمال، خالق هذا الكون، لما يجي يتكلم عن نفسه يتكلم إزاي وبأنهي لغة ممكن يكلم عباده؟
ربنا سبحانه وتعالى لم يستخدم لغة القوة ولا لغة القهر، وإنما تكلم الله عز وجل بأن أوحى إلى نبيه أن يخبر عنه، فيقول له نبئ عبادي، يعني أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويأكد الجملة أني، وبعدين يجيب ضمير فصل يفصل بيه. شفت البلاغة القرآنية، ربنا يقول نبئ عبادي أني أنا، وبعدين يضيف لما يجي يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى يقول أنا الغفور الرحيم، وبعدين لما يجي يتكلم عن إنه عنده عذاب وإنه قادر أن يعذب خلقه وإنه صاحب سطوة وإنه صاحب قدرة وإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يقهر عباده، يقول لهم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا الجمال يوقفك، الجمال الإلهي في التودد من الله إلى خلقه، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل وأني أنا المعذب وأني أنا المؤلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن نفسه بأنه هو الغفور، يعني هو المعهود بالمغفرة، وأنه هو الرحيم، يعني الذي يعهد منه أن يرحم خلقه. ولذلك سبقت رحمتي غضبي، ولذلك ربنا يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى يتودد إلى خلقه ويتحدث مع خلقه حتى يجذبهم إليه. في ناس بقى ممكن تكلمك عن ربنا والعياذ بالله تصدك عن سبيل الله، وكأنه لا يعرف من الله إلا القسوة ولا يعرف من الله إلا الشدة. العباد الربانيين بقى عباد أخذوا من هذه الرحمة ومن هذا النور الإلهي الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فكانوا عبادا ربانيين يحبون الله، عارفين إن مدار الأمر كله، يعني الدنيا هتلف كلها وتنتهي في النهاية إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الرحمة هي الأصل. فانطلق هؤلاء العباد في الأرض يحببون الله إلى الخلق ويحببون الخلق إلى الله. العبد الرباني أحب الله سبحانه وتعالى ورأى الجمال الإلهي، فانطلق في الأرض مش يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، مش بيصد الناس عن ربنا. ولذلك يروي أبو اليزيد الرقاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء على منابر من نور يوم القيامة، يعرفهم الناس يغبطهم الأنبياء والشهداء. من هؤلاء يا رسول الله؟ هؤلاء الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون العباد إلى الله. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء حببوا الله إلى العباد، فكيف يحببون العباد إلى الله؟ فالنبي قال لهم يأمرونهم بما أمر الله وينهونهم عما حرم الله سبحانه وتعالى. العباد دول عباد بيقربوا الخلق من ربنا سبحانه وتعالى، دايما يكلمك عن ربنا أن الله هو صاحب الحب، أن الله هو الذي يستحق الحب. هؤلاء العباد يوم القيامة يغفر الله لهم ذنوبهم، هؤلاء العباد يوم القيامة يرفع الله درجتهم. فدايما لما تتكلم عن ربنا اتكلم عن ربنا بحب، ولو حسيت إن فيه قهر أو شدة مش لازم تنقلها للناس، خلي الناس يقربوا من ربنا ويعرفوا ربنا صح. أحد العلماء الصالحين الربانيين اسمه أباني بن عياش كان دائما يتحدث عن الرخص، ييسر على الناس ويقول لهم ما جعل الله عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، وبيتكلم كده يعني في إنه فقيه وييسر على الخلق العبادة. فالناس كانوا بيقولوا هذا الذي يأخذ بالرخص، فرؤي في المنام بعدما انتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى، فاللي شافه في المنام بيقول له ماذا فعل الله معك؟ قال له حدثني الله وقال لما كنت تحدث الناس بالرخص؟ فقلت له يا رب أردت أن أحبب الخلق إليك، قال بهذا غفرت لك. وروي عن مالك بن دينار العبد الرباني إنه لقي أبان، وأبان ده كان من المحدثين الكبار اللي روى عنهم الإمام أحمد بن حنبل، بيقول مالك بن دينار بيقول سألته وقلت له يا أبان
إلى متى تحدث الناس بالرخص؟ يعني لحد إمتى تفضل ترخص للناس وكأنه يعني حاسس منه إنه بيمتهن الدين واخد الموضوع ببساطة يعني. فبيقول له: يا أبا يحيى، إني لأرجو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرق ثوبك هذا له من الفرح. يعني كناية عن شدة الفرح بعفو ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي هي اللي بتحبب الخلق لربنا، وفي ناس تانية بتصد الناس عن سبيل الله وبتصد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى بأنها تفضل ماسكة دايما وأن عذابي هو العذاب الأليم. لو حد صدك عن ربنا أو وقف في الطريق بينك وبين ربنا، افتح القرآن الكريم وادخل واقرأ بقلبك وشوف ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيكلمك في القرآن عن نفسه، وإزاي بيخطبك، وإزاي كرمك، وإزاي أسجد لك ملائكته. ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلى الواحد منا، أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج إن حد يقف يكلمك عنه، وإن كلمك عنه أحد فلابد أن يكلمك وهو مشاهد لجمال الله سبحانه وتعالى، مشاهد لأنوار الله. أفضل من يحدثونك عن الله سبحانه وتعالى هم العباد الربانيين، اللي بيحدثك وبيكلمك عن مشاهدة، مش بيكلمك عن ظن، بيكلمك عن يقين، بيكلمك عن ذوق. فإذا حدثوك فكأنما نطقوا بالحكمة، فكأنما نطقوا بقرآن، هم عباد أخلصوا لله فأشهدهم الله جماله. العبد الرباني عمره ما يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى المعذب المنتقم. هتلقى دايما العبد الرباني بيلزم آداب العبودية ودايما يكلمك عن الرحمة، ودايما حتى لما يجي يبص للعذاب بيبص له نظرة مختلفة، لأنه شايف إن ربنا رحمن رحيم. وقدوته في ده هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله بيحكي لنا حكاية ظريفة كده عن الصحابة لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين رأوا طائرا، واحد من الصحابة راح خد الطائر الصغير ووقف كده حطه على إيده قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو الطائر جاء إلى هذا الصحابي وألقى نفسه في كفه، راح رمي نفسه كده. ليه؟ خايف على ابنه الصغير. شوف بقى العبد الرباني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرصة ويقرب الخلق من ربنا ويحببهم في الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم: أترون هذا الفرخ؟ فيقولوا له: أجل يا رسول الله. فيقول لهم: لله أرحم بكم من هذا بولده، يعني من طائر ده بالفرخ ابنه الصغير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتلمس الموقف علشان يتكلم عن رحمة ربنا، دايما باصص على إني أنا الغفور الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا رحمة للعالمين. العبد الرباني لازم يبقى رحمة للعالمين. العبد الرباني لما بينظر إلى العذاب بينظر إليه على إنه من حضرة الرحمن، يعني الرحمة مغلفة هذا العذاب. ما شفت سيدنا إبراهيم عليه السلام لما بيقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف سيدنا إبراهيم لما يضيف العذاب يضيفه إلى الرحمن، ما يقولوش إني أخاف أن يمسك عذاب من المنتقم، من الجبار، من القهار، ولكن يتكلم عن عذاب الرحمن. أمال النار موجودة ليه؟ النار موجودة لأن هؤلاء الكافرين الذين استحقوا النار إنما حجبوا عن دعاء الله عز وجل. يعني لو حد ما حجبش عن دعاء الله عز وجل ربنا هيخرجه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن مجموعة من المؤمنين: إن أناسا من أمتي يدخلون النار، دول اللي أسرفوا على أنفسهم ولكنهم كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. إن أناسا من أمتي يدخلون النار فيمكثون ما شاء الله أن يمكثوا، يفضلوا في النار لحد ما ربنا يشاء، لكن هم بقى في النار يعيرهم أهل الشرك، المشركين بقى اللي في النار اللي محجوبين عن ربنا سبحانه وتعالى. يقولوا للمؤمنين دول: ما نفعكم إيمانكم؟ إيه اللي فرق بيننا وبينكم؟ ساعتها ربنا سبحانه وتعالى لا يبقي موحدا إلا ويخرجه من النار. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك عن ربنا إزاي ويقول لك إيه عن ربنا. يقول لك إن ربنا يخرج من النار كل من كان فيها من الموحدين،
يعني ما بيبصش لأن الموضوع هو انتقام وإن الناس دول عصوا النبي أو إن الناس دول عصوا الله سبحانه وتعالى أو وقعوا في الذنوب فوجب عليهم الانتقام ويقعد يحدثهم عن النار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عن الرحمن الرحيم، بيبص للموضوع على إنه من حضرة الرحمن، علشان ربنا قال له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، معناها أن ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا رسول الله من العلم بالله ما لم يكن يعلمه من قبل وما لم يعلمه لأحد من خلقه قط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل كان بيدعو على المشركين ويلعنهم، فنزل قول الله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم إلى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوية سيدنا عبد الله بن عباس طبعا بيقول فآمن عامة أولئك الناس، يعني المشركين اللي كان النبي بيدعو عليهم في بدء الأمر ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لأنهم يؤمنوا ويكونوا من صحابة سيدنا رسول الله. هنا بيوقفني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطائف، وشوف بقى النبي علم عن ربنا سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم، وجبريل يأتيه ليطبق عليهم الأخشبين، فالنبي يقول له إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هنا بقى بدأ العلم بالله سبحانه وتعالى يتفجر، فكل ما ارتقى العبد الرباني في المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى هتلاقيه بيحببك في الله وبيحبب ربنا فيك، تلاقيه بيقول لك خلي بالك الحب أقصر طريق بينك وبين ربنا، بيقول لك خلي بالك ربنا عفو وربنا غفور وربنا رحيم. على الإطلاق مش هتلاقيه بيقنطك ولا بيأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كمان واحد اسمه يحيى بن أكثم رؤي بعد ما مات في المنام، بعد ما مات جه لحد من الصالحين في المنام فبيقول له ماذا فعل الله بك. يحيى بن أكثم كان راويا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أوقفني الله عز وجل وقال لي يا شيخ السوء يا عبد السوء فعلت وفعلت وفعلت. يعني ربنا بيعاتبه، ربنا بيكلمه بيقول له انت عملت من الذنوب كذا وكذا وكذا. فقال له أجل يا رب، ولكني رويت عن عبد الرزاق عن معمر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قلت تباركت وتعاليت أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء، وما كان هذا ظني بك يا رب، فقد كان ظني بك أن تغفر لي. وبعدين قال له فقال لي رب العزة سبحانه وتعالى صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق أنس وصدق نبيي. وبعدين أوقفني بين يديه وأخلع علي الخلع، يعني ألبسه من نوره سبحانه وتعالى، ومضيت وبين يدي الولدان المخلدون في الجنة. شفت رحمة ربنا قد إيه؟ شفت ربنا سبحانه وتعالى بيرحم العبد على ظنه، على يقينك بربنا إن ربنا هيغفر لك وإن ربنا هيرحمك. ربنا بيتودد إليك وبيقول لك أقبل إلي عبدي، أقبل عليك، بيقول لك لا تخف مني. أصل أنت لو هتخاف من ربنا سبحانه وتعالى طب هتلجأ لمين؟ طب مين اللي هيأمنك؟ إحنا مش بنخاف من ربنا، لكن إحنا بنخاف من إن إحنا نغضب ربنا. فرق كبير قوي بين إن أنت تبقى عايش حياتك كلها في رعب من الله سبحانه وتعالى، تبقى عايشها في فزع، وفرق بين إن أنت تبقى خايف إنك تتجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى فتقع في إن ربنا يغضب عليك.